مات ابنه الصغير فكفر بالله وقال إن الرحمة، ولكن حدثت معجزة هزت العالم، سبحان الله. ولكن قبل البدء بالفيديو صل على النبي واشترك بالقناة، وإذا كنت مسلما اضغط لايك لنرى عدد المسلمين في هذا الفيديو. قصة هذا الرجل التي هزت العالم بأكمله أرويها لكم الآن. كان هذا الرجل بالمسجد يصلي، وبعد كل صلاة يبكي بكاء شديدا، واستمر على هذه الحالة بضعة أيام. تعجب من أمره رجل كان يراه دائما يأتي المسجد ويبكي بشدة وحرقة، فقال له: ما لك أراك دائما تأتي المسجد تبكي وتخرج منه تبكي؟ قل لي ما الأمر لعلني أساعدك بشيء. فقال له: أنا تزوجت ولم يرزقني الله طفل من 9 سنوات، وبعد أن رزقني الله مرض ابني الوحيد، ولا أدري ماذا أفعل ولماذا الله لم يستجيب لي. فقال له الرجل: اعقل وتوكل وأطعم الفقراء لوجه الله. فذهب الرجل وهو يبكي ويدعي وأطعم الفقراء بكل ما يملك. ثم جاءه اتصال من المستشفى يطلبونه المجيء على الفور. فلما ذهب إلى المستشفى رأى الطبيب وقال له: البقاء لله، فقد مات ابنك الصغير. فبكى وانهار وقال بأعلى صوته: أين الرحمة يا ملك الملوك؟ أين الرحمة التي وعدتنا بها؟ فانهارت زوجته وأغمى عليها، فنقلوها إلى الإسعاف، فانهار الرجل أيضا وهو يصرخ. ثم جاء الطبيب إلى الرجل وقال له: قد عاد ابنك إلى الحياة مجددا بعد الصدمات الكهربائية لقلبه، وهو الآن في أفضل حال. فتعجب الرجل وفرح كثيرا وهو يبكي. ثم ذهب ليطمئن على زوجته، فقالت له الممرضة: مباركا لك، بعد فحوصات زوجتك لمعرفة أسباب سقوطها على الأرض تبين أن زوجتك حاملا في توأم وهي سليمة. فسجد الرجل أرضا أمام الناس وصرخ بأعلى صوته: سامحني يا الله، سامحني، قد تماديت عليك، فأنت قتلتني في أفضالك وإحسانك ورحمتك، سبحان الله. إياكم أن تقنطوا من رحمة الله حتى آخر لحظة. ردد معي هذا الدعاء وقل آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، ونخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. يا ربي أسألك بكل اسم هو لك، وبرحمتك عافني واعف عني. يا ربي أسألك بكل اسم هو لك أن تصرف عني كل سوء، وأن تحفظ علي عقلي، وأن تحفظ لي ديني، وأن تحفظ مالي وأهلي وصحتي وقوتي. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، ألا تتركني وعافيني. يا ربي أسألك بكل اسم هو لك ألا تتركني وعافني، وأن تبعد عني شر الحاقدين وشر الحاسدين وشر العائنين والناظرين والعاشقين. يا رب ابعد عني شر الساحرين والشياطين، وأن تبعد عني شر النفاثات في العقد، ومن شر حاقد إذا حقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
ومن شر ساحر إذا سحر، ومن شر ناظر إذا نظر، ومن شر ماكر إذا مكر، وأن تبعد عني شتات الأمر، وأن تبعد عني الأمراض والأوهام، وأن تبعد عني نزغات الشيطان، وأن تبعد عني الأسقام والكوابيس. يا ربي أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني مزعجات الأحلام. يا ربي أسألك بكل اسم هو لك أن تخرج كل عين وحسد. يا رب اصرف عني كل داء عن الروح والجسد. اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لي وترحمني. واذا اردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فأنت خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر الأنين والحنين. اللهم ارحمنا إذا يأس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب، وتخلى عنا القريب والغريب، وارتفع النشيج والنحيب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت الكربات وتوالت الحسرات وأدبقت الروعات وفاضت العبرات وتكشفت العورات وتعطلت القوى والقدرات. اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب وغلقت القبور والأبواب وانفض الأهل والأحباب، فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب. اللهم ارحمنا إذا فرقنا النعيم وانقطع النسيم وقيل ما غرك بربك الكريم. اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال وخاننا المقال ولم ينفع جاه ولا مال ولا عيال، وقد حال الحال وليس إلا فضل الكبير المتعال. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا، اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا ودرس رسمنا وأحاط بنا قسمنا ووسعنا. اللهم ارحمنا إذا أهملنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر، وما لنا من قوة ولا ناصر، فلا أمل إلا في القاهر القادر الغافر. يا من إذا وعد أوفى وإذا توعد عفى، وشفع يا رب فينا حبيبنا المصطفى، واجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى. يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. لا تنسى مشاركة الفيديو فالدالي على الخير كفاعله.